من قلب العاصمة السودانية يعلن قطار عطبرة عن نفسه. برمزيته الثورية يصل الخرطوم حاملا مئات المتظاهرين من ولاية نهر النيل. بداخل القطار تتعدد الواجهات الحزبية والسياسية للمتظاهرين، لكنهم يتفقون على أن رسالتهم واحدة وواضحة حيال ما تمر به الثورة السودانية. الرسالة من هذا القطار هي حماية الدولة المدنية والانتقال الديمقراطي، ودي رسالة من ولاية نهر النيل ومن سوار ولاية نهر النيل بأنه نحن ما زلنا على خط النار. المواكب القادمة من مدينة عطبرة استقبلتها حشود مماثلة في الخرطوم. التأكيد على مكتسبات الثورة كان الشعار الأبرز للمتظاهرين، فكل ما يعيد البلاد إلى مربع الانقلابات العسكرية مرفوض من قبل هؤلاء. لا للانقلابات العسكرية وكفى، لا للانقلابات العسكرية وكفى. هناك لجان مقاومة بنقول إنه لا للعسكر بل للمدنية. سوار وحنكمل المشوار مع حكومتنا المدنية. المتظاهرون توجهوا بشعاراتهم صوب مقر لجنة تفكيك نظام الإنقاذ السابق. هنا الرسائل كانت أكثر وضوحا بشأن ما تمر به المرحلة الانتقالية، فالحكومة بدت حريصة على إيصال ما يؤكد تمسكها بأهداف ثورة ديسمبر. حضوركم قطعا ليس لتأييد الحكومة، ولكن فقط لحماية هذا الانتقال وصولا إلى الحكومة المنتخبة التي نتواثق عليها جميعا. وتضاف هذه الحشود إلى سلسلة من التظاهرات دعت من قبل إلى استكمال هياكل الحكم المدني، فالبطء ظل ملازما لجميع خطوات عملية الانتقال في السودان يقول كثيرون، لتأتي هذه التظاهرات كقوة دفع لحكومة تشكو التباين والخلافات حتى الآن. يسعى المتظاهرون القادمون من مدينة عطبرة شمالي البلاد لإعادة التوازن للثورة السودانية، فهم يرون أن ثورتهم أصبحت أبعد ما تكون عن شعاراتها بفعل خلافات سياسية متصاعدة بين مكونات الحكم. نزار البغداوي، العربي، الخرطوم. وقد بعث رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان برسالة خطية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أطلعه خلالها على تطورات الأوضاع الراهنة في البلاد، مشيدا بالدور الحيوي للأمم المتحدة في مساندة السودان ودعم المرحلة الانتقالية. أكد البرهان في هذه البرقية الالتزام الكامل برعاية وحماية الانتقال في السودان حتى الوصول لغايته المنشودة عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة. كما جدد البرهان عزم الحكومة على تعزيز حماية المدنيين في دارفور، لا سيما النساء والأطفال، وبطريقة تضمن الكرامة الإنسانية وصيانة الحقوق التي تعهد بها السودان عند انضمامه إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وتعهد أيضا رئيس مجلس السيادة بالمضي قدما في وضع برامج للعدالة الانتقالية وتنفيذها والاستفادة من الإرث الدولي والإقليمي في هذا المجال. ومن جانب مجلس الوزراء السوداني، وجه دعوة إلى اجتماع عاجل بينه وبين مجلس السيادة لمناقشة الوضع الراهن في البلاد. أكد بيان للمجلس أهمية تحصين الفترة الانتقالية من خلال تقييم الفترة الماضية بشفافية ووضوح، ودعا إلى بذل مزيد من الجهد لتوحيد قوى الثورة وإلى تمتين الشراكة بين العسكريين والمدنيين وإكمال مؤسسات الانتقال. كما طالب مجلس الوزراء بإجراء تحقيق دقيق في المحاولات الانقلابية وكشف الجهات المشاركة والإسراع في تقديمها للعدالة. وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن عمليات الانتقال السياسي في بلاده تواجه تحديات جسيمة تستوجب دعم المجتمع الدولي والأصدقاء لاستكمال خطط الحكومة الرامية إلى إصلاح الأوضاع الاقتصادية. I would like to convey our profound thanks. نشكر الشركاء الدوليين والإقليميين على تضامنهم الكبير مع الحكومة الانتقالية واستنكارهم الانقلاب العسكري المجهض مؤخرا. لقد أكدنا التزامنا الراسخ بالتغلب على جميع التحديات التي تواجه انتقالنا متعدد الأبعاد والمعقد والصعب.
كثيرة إذن هي الأحداث والتصريحات والرسائل في السودان. للمزيد حول تفاصيلها ينضم إلينا من الخرطوم مراسل تلفزيون العربي نزار البغداوي. تحياتي نزار. سأبدأ معك من جزئية المظاهرات التي حصلت البارحة وحملت رسائل، وجاء اليوم قطار عطبرة ربما ليؤكد هذه الرسائل بكل ما يحمله هذا القطار من رمزية، وقد تابعنا تقريرك وأنت على متن ذلك القطار. التفاصيل عن النشاطات والتظاهرات والفعاليات المرتقبة أيضا. نعم ديما، يعني هذا القطار الذي يحمل رمزية ودلالة مهمة في مسيرة الثورة السودانية كان مهما جدا أن يصل في هذا التوقيت. يقول الذين تابعوا مسيرة هذا القطار منذ الأمس وحتى وصل هذا اليوم إلى العاصمة السودانية الخرطوم، إرساء الحكم الديمقراطي وإرساء الثورة المدنية هو أحد أهداف هذا القطار الذي دائما ما كان هو فيصل الثورة السودانية. عندما وصل قبلا إلى السودان كانت الثورة السودانية في مفترق طرق، وجاءت الثورة السودانية لتعطي بعدا آخر بعد أن وصل هذا القطار. لذلك كانت هنالك أجواء احتفائية كبيرة جدا في العاصمة السودانية الخرطوم، وحتى في المدن التي تعقب الخرطوم كان هنالك احتفاء بهذا القطار الذي حمل المئات من المتظاهرين. وصلوا هنا إلى العاصمة السودانية الخرطوم، استقبلتهم لجنة إزالة التمكين نظام 30 من يونيو الإنقاذ السابق. كانت أيضا رسائل لجنة التمكين واضحة، كان هنالك خطاب يؤكد على أن مسيرة الثورة السودانية ماضية، أيضا خطابات عضو مجلس السيادة محمد الفكي عضو هذه اللجنة كانت واضحة عندما تحدث بصورة واضحة ووجه رسائل إلى تجمع المهنيين السودانيين، ووجه أيضا رسائل واضحة إلى الحزب الشيوعي السوداني، ووجه أيضا رسالة أخرى إلى الحركات المسلحة التي يقول بأنها نأت بنفسها عن تجمع قوى الحرية والتغيير. لذلك هذه التظاهرات ديما أتت في وقت كانت الحكومة أحوج ما تكون فيه إلى الدفعة الشعبية، إلى الجو الثوري الذي مثله هذا القطار صباح هذا اليوم. نتوقع أيضا هنالك حراك مستمر من قبل لجان المقاومة هنا في الخرطوم وأيضا في مدينة عطبرة وفي ولايات شرق ووسط السودان للتأكيد على أن هذه الثورة ماضية، وللتأكيد على رمزية الدولة المدنية خاصة بعد المحاولة الانقلابية الأخيرة التي وصفت بأنها فاشلة. إذن هذا عن الشارع الثوري والمدني الذي يعني يطالب بتثبيت الحكم المدني. ماذا عن التحركات السياسية نزار؟ ما الذي قرأ بين السطور في رسالة عبد الفتاح البرهان للأمين العام للأمم المتحدة؟ وهل من استجابة لدعوة رئاسة مجلس الوزراء للقاء عاجل؟ نعم ديما، يعني المحاولة الانقلابية الأخيرة وحالة التشظي والاحتقان والتراشق الإعلامي بين المكونين المدني والعسكري ربما ما تكون هي التي أحدثت هذا الحراك السياسي في المشهد بصورة عامة. وصول مبعوث الولايات المتحدة إلى منطقة القرن، ووصول أيضا مبعوثون من أوروبا إلى الخرطوم، والرسائل التي صدرت من حمدوك إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأيضا رسائل البرهان هذا اليوم إلى مجلس الأمن وإلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، كل هذه الرسائل ربما تحاول أن تطمئن المجتمع الدولي الذي يرى ويراقب مسيرة التحول الديمقراطي في السودان. إذن رسالة حمدوك ورسالة البرهان تقرأ وتفهم هنا في الخرطوم على أنها تأتي في سياق إعادة ترتيب المشهد بصورة جديدة بعد التراشق الإعلامي، بعد البيانات الساخنة والبيانات المضادة من قبل المكونين المدني والعسكري. نتوقع في الساعات المقبلة أن تكون هنالك جلسة مشتركة بين المكونين المدني والعسكري، مجلس الوزراء والمجلس السيادي، لوضع النقاط على الحروف كما يقولون هنا، لوضع تصور على كيفية إدارة المرحلة الانتقالية بعد أن علت أصوات الخلافات وارتفعت أصوات التباينات. لذلك كان من الضروري أن يحتكم قادة الحكم في السودان إلى جلسة مشتركة تناقش فيها كل هذه الحيثيات بشفافية وبوضوح حتى تمضي المسيرة الانتقالية في السودان كما يخطط ويراد لها. لذلك نتوقع أن يكون هذا الاجتماع فيه بعض النقاط المثمرة علها تعالج الاختلالات التي كانت ملازمة للمشهد السياسي خلال الفترة القليلة الماضية. نزار البغداوي مراسل تلفزيون العربي من الخرطوم، شكرا لك ومساءك سعيد.